خلينا ناخد معانا على التليفون لتحليل هذا الوضع الشائك جدا والخطير جدا في جنوب البحر الأحمر، أستاذ عطية عيسوي الكاتب الصحفي الكبير وخبير الشؤون الإفريقية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ الله يحفظك الحمد لله. وكيف حال جنوب البحر الأحمر؟ والله الحال مقلق للغاية كما تفضلت يعني مضمون كلامك، لكن يعني أعتقد أن الحوثيين يعني بالغوا كثيرا في تصرفاتهم وبدأوا يهددون التجارة العالمية كما تفضلت من حوالي 12% إلى 14% من حجم التجارة العالمية يمر عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى أوروبا وأسيا وبالعكس طبعا، وهناك حوالي 40% من احتياجات البترول أو احتياجات العالم الغربي من البترول تمر من قناة السويس والبحر الأحمر، وبالتالي العالم لن يسكت ولن يسكت على تصرفات الحوثيين بضربهم للسفن التجارية بالرغم من أو بدعوى أن ذلك يناصر الفلسطينيين في غزة. نعم كلنا نقف مع الفلسطينيين في غزة وننصرهم بكل الوسائل الممكنة، ولكن ليس بضرب مصالح العالم في التجارة، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية وهي السخط أولا على الحوثيين، السخط على القضية الفلسطينية، وبالتالي العواقب لن تكون في صالح الفلسطينيين ولا في صالح الحوثيين ولا العالم العربي بوجه عام، طالما أن تهديد التجارة العالمية يأتي من أشخاص محسوبين على العالم العربي أو على اليمن، الشعب اليمني الشقيق المسكين الذي ابتلي بمثل هؤلاء. وطبعا المسؤولة الأولى عن هذا الأمر هي إيران وقادة إيران التي تدعمهم وربما يعني تستخدمهم كمخلب قط لإرهاب الولايات المتحدة بالذات والعالم الغربي من خلال طرد السفن سواء متوجهة إلى إسرائيل أو غير إسرائيل. لكن إسرائيل هي اللي أعطت الفرصة للكل، يعني العمليات أو هذه المذابح الوحشية اللي قامت بها إسرائيل على الأراضي المحتلة هي من تعطي الفرصة لقوات عبد الملك الحوثي أو تعطي الفرصة لحزب الله أو تعطي الفرصة لأي ميليشيا في المنطقة للتحرك بدعوى أنه نحن نقاوم أو نحاول أن نضغط على الاحتلال. بالتأكيد يعني هي أعطت الفرصة بالتأكيد، وهي إسرائيل استفزت العالم العربي والعالم الإسلامي كله بما حدث أو بما فعلته بالفلسطينيين من تنكيل أكثر من 22,800 شهيد حتى الآن، بالإضافة إلى ما يقرب من 60,000 من المصابين والجرحى. كل هذا طبعا يستفز مشاعر المسلمين والعرب خاصة، ولكن هذا ليس مبررا للحوثيين بضرب السفن سواء التي تتبع إسرائيل أو غير إسرائيل. صحيح 100%. الممر صحيح 100%. هذا الممر الحيوي، لكن إذا كنت تريد نصرة الفلسطينيين اضرب إسرائيل نفسها وليس الممر الذي يمر منه الجميع أو المصالح التجارية للجميع. طيب إذا كان هنا بإمكان الحوثيين أن يفعلوا ذلك ويضربوا إسرائيل يضربوا إسرائيل، لكن لا يوجهوا أسلحتهم هم وإيران من ورائهم إلى التجارة العالمية، وهم يعلمون أنها ستضر مصر وتضر قناة السويس وتضر
الدول الصديقة حتى التي تسبب طبعا ما فيش خلاف انها بتتسبب لنا في اضرار كبرى. طب هنا استاذ عطية، بترى انه هذه المعركة سوف تصبح معركة طويلة الامد او الى اين سوف تنتهي؟ يعني خصوصا انه في النهاية الحوثيين هم ميليشيات، وبالتالي ما هماش مرتبطين بقواعد الحرب، يعني عندهم للاسف الشديد هذه المرونة. بالضبط، نتيجة انهم ميليشيا ومدعومة من إيران، طالما أن إيران ظلت على خلاف مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها، ستظل تساند الحوثيين في هذا الأمر وتنفي أنها طبعا تفعل ذلك. الحوثيون لأنهم غير مرتبطين أو غير مقيدين بقواعد القانون الدولي كما يعني أشرت حضرتك، أعتقد أنهم لن يتوقفوا طالما ظل بقدرتهم أن يفعلوا ذلك. ومن هنا أعتقد أن المسألة ستأخذ بعض الوقت حتى تتمكن الولايات المتحدة ومعها بريطانيا والدول الحليفة في البحر الأحمر من القضاء على قواعد الحوثيين تماما التي تنطلق منها مثل هذه التهديدات، سواء كانت صواريخ أو قنابل أو طائرات مسيرة أو غير ذلك. هم يعني الولايات المتحدة وبريطانيا أعطتهم الضربة الأولى والثانية لعل وعسى أن يفيقوا، ولكن يبدو أنهم لن يفيقوا وما زالوا يهددون. طالما أن بإمكانهم أن يفعلوا ذلك سيظلون من وقت لآخر يحاولون إطلاق قذيفة أو صاروخ أو طائرة مسيرة طبعا بإعاز من إيران لحفظ ماء الوجه من ناحية أمام الشعب اليمني، وللانتقام من الولايات المتحدة ومن الدول الحليفة لها. طيب ولإثبات أنه بإمكانهم أو ما زال بإمكانهم أن يهددوا الوجود العسكري الأمريكي وغير الأمريكي في البحر الأحمر وخليج عدن، بل حتى في مضيق باب المندب في مدخل الخليج العربي. هذا طبعا من إيران أساسا، يعني باب المندب لأنه أقرب إلى إيران كثيرا. هنا يجي سؤال أستاذ عطية بعد إذنك. فضل. بهذا الشكل سوف يطول أمد الحرب نظرا كمان للطبيعة الجغرافية بتاعت اليمن، يعني أمريكا أو بريطانيا وكأنها بتعمل نفس السيناريو هو بتاع أفغانستان، وبالتالي كده ممكن الحكاية تطول أكثر مما يجب. هل من الوارد أن يكون في مسعى آخر وهو مسعى الوساطة، يعني أنه يكون في طرف ما يستطيع الحديث مع الحوثيين إلى أنه يتراجعوا ويتعهدوا بعدم التعرض للمسارات التجارية في البحر الأحمر إلى آخره، وفي نفس الوقت هنا تصبح الوساطة الأخرى ناحية الولايات المتحدة الأمريكية أنه الوسيط النزيه يتعهد بأن الحوثيين مش هيضربوا، وفي نفس الوقت الأمريكان يتراجعوا حتى يخلوا البحر الأحمر من هذا النزاع المسلح فتستمر التجارة. ده لمصلحة العالم مش بس لمصلحة مصر. ده يعني الطرف الوحيد المؤثر على الحوثيين هو إيران، وطالما هناك خلافات بين إيران وبين الولايات المتحدة فستظل إيران تستخدم الحوثيين وحزب الله وغيرهما للضغط على المصالح الأمريكية، سواء كانت تجارية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو غير ذلك، لإجبار الولايات المتحدة على تليين موقفها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وغير ذلك من العلاقات المتوترة بين البلدين. إذا انخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يحدث ذلك من خلال صفقة ما بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوتر وتحقيق بعض المصالح الإيرانية، مقابل أن تلتزم إيران بالضغط على الحوثيين لكي يتوقفوا عن تهديد التجارة العالمية. لكن هذا سيأخذ أيضا بعض الوقت إذا حدث أساسا،
لأن الخلافات معقدة جدا بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من إسرائيل، وموقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني، وموقف إيران من حزب الله ومن الحوثيين ومن الجماعات المعارضة للوجود الأمريكي في العراق وغير ذلك من القضايا. لكن طالما أن الخلافات ستظل موجودة بين الولايات المتحدة وإيران، سيظل الحوثيون يهددون مصالح الولايات المتحدة على الأقل. وطالما أن ذلك لن يجد حلا قريبا من وجهة نظري، سيظل الحوثيون يحاولون تهديد مصالح الولايات المتحدة والتجارة العالمية للضغط على أمريكا لتليين موقفها من إيران. وطالما أن ذلك سيحدث، لم تجد الولايات المتحدة أمامها سوى القوة العسكرية، وهو ما بدأت يعني تفعله في الأيام الثلاثة الأخيرة. الضربة الشديدة بالاشتراك مع بريطانيا يوم الثلاث أعتقد، والضربة الثانية كانت أمس أعتقد. وبالتالي لن تتوقف الولايات المتحدة وبريطانيا عن ضرب الحوثيين حتى يتوقفوا أو يتم إسكاتهم تماما عن ضرب السفن التجارية، تهديد مرور السفن في البحر الأحمر. هنا فرق أستاذ يوسف، هنا فارق بينهم وبين داعش على سبيل المثال. يعني صحيح الضربات الأمريكية لم تقضي على داعش في العراق وسوريا بشكل كامل، ولم يعني تنهي العمليات الإرهابية هناك تماما، ولكن قضت عليهم بنسبة 80% على الأقل. الفارق هو أن داعش يقوم بعمليات تفجيرات سرية غير متوقعة في أماكن معينة، أو هجمات غير متوقعة في مناطق معينة، سواء في سوريا، في العراق، في أي مكان آخر. لكن الحوثيين لا يفعلون ذلك، هم يستخدمون أسلحة ليست تفجيرات محلية على الأرض، وإنما أسلحة صواريخ ومسيرات وغير ذلك لمسافات بعيدة حتى تصل إلى البحر الأحمر أو إلى إسرائيل أو غير ذلك. وبالتالي هذه المعدات والأسلحة سيتم ضربها من الولايات المتحدة. إذا تم ضربها فلن يكون أمامهم سوى القيام بتفجيرات. هل سيقومون بتفجيرات داخل البحر؟ لا يستطيعون ذلك. وبالتالي أعتقد أن إسكاتهم ولو أخذ بعض الوقت صحيح، لكن سيتم إسكاتهم في النهاية. نتمنى أنه يتم إنهاء هذه العملية العسكرية برمتها حتى يهدأ البحر الأحمر مرة أخرى، وتتمكن التجارة العالمية من أنها يعني تستمر في المرور. أشكرك جدا أولا أستاذ عطية عيسوي، الكاتب الصحفي الكبير وخبير الشؤون الإفريقية.